اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي ليس لي وسيلة إليك إلا عواطف رأفة، ولا لي ذريعة إليك إلا عوارف رحمة، وشفاعة نبيك النبي الرحمة ومنقذ الأمة من الغم، فاجعلهما لي سببا إلى نيل غفرانه، وصيرهما لي وصلة إلى الفوز برضوانه، وقد حل رجائي بحرم كرمك، وحط طمعي بفناء جودك، فحقق فيك أملي، واختم بالخير عملي، واجعلني من صفوتك الذين أحللتهم بحبوحة جنتك، وبوأتهم دار كرامتك، وأقررت أعينهم بالنظر إليك يوم لقائك، وأورثتهم منازل الصدق في جوارك، يا من لا يفد الوافدون على أكرم منك، ولا يجد القاصدون أرحم منك، يا خير من خلا بني وحيد، ويا أعطف من آوى إلي طريق، إلى سعة عفوك مددت يدي، وبذيل كرمك أعلقت كفي، فلا تولني الحرمان، ولا تبلني بالخيبة والخسران، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين.